طيب، زي ما تعودنا ان احنا خلال الحلقة بنتكلم عن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، واستعرضنا بلغة الأرقام ازاي هيكون ده ليه عوائد اقتصادية مختلفة بالتأكيد هتعود على المواطن المصري بشكل كبير. خلينا نروح لدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص والأجنبي في الحوار الوطني. أهلا بك يا دكتور سمير معانا على نغم فهم. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ محمد، ومساء الخير على كل الساده المستمعين. اهلا بك يا فندم. يمكن في بدايه الحلقه حاولت استعرض انا كمواطن مصري لما يعني شفت فكره صفقه استثماريه مباشره، واحده من اكبر الصفقات في تاريخ مصر الحديث، وحجم المكاسب الاقتصاديه اللي هيعود على المواطن. فبدات ادور هو ايه العوائد اللي هتعود عليا، فلقيت ان في مكاسب للقطاع السياحي، مكاسب في ضبط الأسعار، مكاسب في كمان فكرة تحديد سعر الدولار ووقف المضاربات في السوق السوداء. حضرتك مقرر لجنة الاستثمار داخل الحوار الوطني، وبالتالي العوائد على المواطن المصري محتاجين نبسطها أكتر، وربما يكون وبالتأكيد حضرتك عندك قراءة مفصلة عن هذه الصفقة بما تعود من منافع على المواطن المصري. طبعا زي ما حضرتك تفضلت، يجب ان كل الاستثمار سواء كان محلي او اجنبي وكل الصفقات الكبرى مثل ذلك بنشوف ايه مردودها الايجابي وايه العائد على المواطن المصري، لان هو ده الهدف في النهاية، وهو كل ما تبذله الحكومة من مجهودات لازم يكون لمصلحة هذا المواطن ولمصلحة الشعب المصري وللأجيال القادمة كمان. صحيح. مشروع زي ده بداية تشغيل، والتشغيل ده مفتاح لحل أزمات كثيرة جدا. صحيح. خلق فرص عمل للشباب للخريجين، تأهيلهم ورفع قدراتهم، لأن في احتكاك مع نهى ومع معرفة جاية من دول كثيرة ومن ناس عندها الخبرة والمعرفة. الموضوع الثاني إن بيدخل لي فريش ماني، فلوس كاش بالعملة الأجنبية في الاقتصاد المصري. صحيح. احنا عارفين، ويمكن الأزمة الاقتصادية اللي احنا فيها خلت كل مواطن النهاردة بيسمعنا عارف ان معظم ارتفاع أسعار ومعظم ما نستهلكه من أكلنا وشربنا مستورد، أو في جزء كبير مستورد. صح. فبالتالي لما يتوفر عندي حجم من الأموال ومن العملة والنقد الأجنبي في البنك المركزي، ده هيساعد على ضبط الأسعار وعلى توفير العملة للمستوردين، فده برضو من العوائد والمزايا الأخرى بعد التشغيل. بعد كده مشروع زي ده كل العوائد اللي بتدخل فيه بيدفع عنها ضريبة وضرائب بتعود للدولة، تقدر تصرف على التعليم وعلى الصرف وعلى الصحة وعلى أمور كثيرة جدا. طيب، يعني ده أجزاء كتيرة جدا من يعني التطوير أو العوائد، خليني أقول، على المواطن المصري من صفقة استثمارية مباشرة بهذا الحجم. دكتور سمير، خليني أسألك، هل يعني هذا أو هذه الصفقة هي ايه الفرق ما بين، يعني علشان بعض الأفواه كنت لسه بتكلم من شوية إن هي شراكة استثمارية ولا بيع أصول؟ رئيس الوزراء امبارح أكد على هذه الجملة مرارا وتكرارا، هي شراكة استثمارية وليس هناك أي بيع. بالضبط. يعني التأكيد، يعني نوضح أكتر إيه فكرة الشراكة الاستثمارية، إيه العائد طويل الأجل خلينا نقول على الاقتصاد المصري من صفقة زي مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة. حضرتك طبيعي جدا في الاستثمار في العالم كله دلوقتي انتقال رؤوس الاموال وانها تشتغل في اي دوله، ده امر اصبح هو اللي بيحكم العالم اقتصاديا. ما عندناش تاني الازمات بتاعه ان انا ببيع اصل او ببيع ارض، ومع ذلك في المشروع ده تحديدا انا حبيت اقول دي ليه، علشان حتى الافواه اللي بتسال السؤال ده انا اعتبره اصبح مش منطقي. يعني انا النهارده كمواطن لما يكون عندي ارض في مصر يتبني عليها مصنع أو يتعمل عليها مشروع سياحي ضخم، يملكه شركة في النهاية هتؤسس في مصر وهتكون شركة مصرية. صحيح. خاضعة لكل القوانين المصرية. تشغل أبنائنا وتعود بالعوائد المحترمة على الدولة، فده أمر ما بقاش فيه لغط إن نسأل أنا بعت أو إن أنا شاركت، ولكن في المشروع ده تحديدا الدولة مساهم داخلة بقيمة من المشروع مقابل الأرض، وهيكون لينا 35%
على طول مدى هذا المشروع بيدخلوا لخزينة الدولة المصرية من أرباح المشروع. صحيح. لا يستفيد به الأجيال الحالية والأجيال القادمة. بكل تأكيد. هيبقى عندي استدامة في التنمية. صحيح. فده مشروع استثماري، شراكة ما بين الدولة وما بين القطاع الخاص الأجنبي، وفي منه مشروعات أخرى شبيهة ولكن على سكيل أصغر حصلت في السنوات الماضية. صحيح. الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص والأجنبي في الحوار الوطني، شكرا لوجودك معنا وهذه القراءة. شكرا لك. شكرا. مع السلامة.